بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يثمثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتعاونوا على البر والتقوى. لا يقوم الإسلام جزء من الآية الثانية من سورة المائدة. ربي سبحانه يمرغد الآية يثمثم دي قرم عوان الثفين الهان. البر كلمة جامعة لكل خير، مفردة قرآنية عميقة الدلالة، يون بوال سوزاليس. ربي يحصى يزرى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يضرب لي فنادم وحدس اكني بغوي سعى الجهد، اكني بغوي سعى تزمرت وريزميرا غادي يعمر الدنيس وحدس. ولا يجي ذو الله يومذان باش هذه السن ازاليس وذي السن أزل بوياض مدنس مدنس سوى ربي إجمذن. الكمال لله، اقتضت حكمة الله الحكمة سيدي ربي. ولاش ولا دينينا ذي السن كلش أفلاح يحوج مصوف، أمصوف يحوج طبيب، الطبيب يحوج ميكانيسيان، ميكانيسيان يحوج مصوف، لم يحوجاك. إذا مدى فضيون السنة تصل الحرفات، يسعى فوس الله يبارك أتصل الحرفات، ولكن نريد زميرالا أذي السين كل شيء. ذيني مقارن مدن سمدن سوى ربي إجمذن. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. بعد ربي سبحانه كرم الإنسان إكرميث، أسجد له الملائكة سجود التكريم. أم بعد ربي سبحانه يفكيس يومذان كل المقومات المادية والعقلية المعنوية النفسية السيكولوجية، يفكيس كلش، يعني يفكيس اللغة، يفكيس العقل، يفكيس الظهر، يفكيس كلش، كل النعم التي لا نحصيها عددا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن ربي خبرد الإنسان أجي إن يسكن تفغض الصنظ سيض العقل اللغ مقرن تحواجد الشرع أكدين جرنا فريد أفريد مسلامة أرثكين داما. الإنسان بنادم يسعى العقل، يسعى الميزان، يدي خمام، يسعى الرأي، يسعى أذي استخدمه كن يعمل يستفكى ربي سبحانه. ولكن نريد زميرارا أذي يوض المصلحة ينس مبلا الشرع. ذيني يا ربي القرآن الناد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقيدها في الإسلام وثكين داما. وربي الناد في سورة الإسراء الآية التاسعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني القرآن اصفر حنيد الشيخ ذي القرآن ذي الجامعة قال الله يبارك اصفرح ثورة كان مدبضة اصفر حنيد ولن تكون اصفرحة. القرآن يجهد وما جاء على أصله لا سؤال عليه، ما إلا مولان خدمني فادا الدريان سن باش أضغر أول ربي مرزق نسن أما سعد نسن، فقي ضمانة كبرى
ضمانة كبرى لسلامة الفرد والأسرة والمجتمع. ما إلا نطف قوال ربي سبحانه إغدينا إن هذا القرآن يهدي يتوليه سينك وقلهان ذين كل شيء، خاصة في أربع مجالات. المجال الأول مجال الإيمان، إن جرى غدا فريد ميسين ربي خطر ما يعرقاه فريد ديجا دي الدوني ما يعرقاه فريد استقلقض تفغلا تروح ضريم بمكان يروح يشوف فريد يعرقاش وما يعرق فريد غير ربي سبحانه وفي السيناره يعيش الدوني ثيس كامله يتشا يسوى تفلح تجاره مقر يموت يروح. الحياه فرصه ضاعت فرحاس الشيخ محمد الفلاسي عفور بن الشيخ محمد الحسين ينايث ولاش تصبحي ثور نسعي ثام الديث ولاش يظهر نسعي تفجريث. المعنى يس الحياة قصيرة ولو طالت، لذلك القرآن أخدم الله ربي سبحانه أثني السين والآيات كثيرة. سورة الإخلاص قل هو الله أحد ربيون إلى آخر السورة. في سورة البقرة في الآية 256 بعد آية الكرسي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نفي وإثبات، نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت نفي ويؤمن بالله إثبات، والآية تساوي لا إله إلا الله تماما، لا إله إلا الله نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. هذا الجانب الإيماني. المجال والسين المجال التعبدي، أنا عبد ربي نقرأ سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين ربي يون أنا عبد يوني مثل السم نفرده بالعبادة ونعبد رب المنموث واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون في سورة إبراهيم في سورة الأنبياء الآية 25. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا إلى آخر الآيات، كلها يعني تؤدي إلى هذا المعنى العبادة وهو السر الوجود. المجال الثالث المجال التربوي الأخلاقي، يعني تصرفك خطر ما يلايون إذا يعبد ربي يسن ربي ولكن الأخلاق لا شيء، وريت قدر وريت احترام وريح ذقارة يجرح الغاشي سيلسة ونسان يعفسك مدن مشكا. إنك لن تخرق الأرض، سورة الإسراء الآية 37. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. روح كنس العقال إليك البنادام وربنا في الصلاة والسلام الناد في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث 273. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، الرواية في الأدب المفرد صالح الأخلاق، والرواية أخرى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن حديث يلخص هذه الأخلاق والقيم اللي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتم الأخلاق والقيم الموجودة في المجتمع، لأن الإسلام جاء مجدداً وجاء مبدداً، يبدد الرذائل ويزرع الفضائل. إذن المجال التربوي الأخلاقي. المجال الرابع المجال التشريعي في سورة الجاثية الآية 18. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن يثمثن القرآن نسيغ دين جران أفريد سلامة أثكين داما. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام. ثورة ونحن في الحياة كل ميسر لما خلق له، كل يونداتي ولها ربي سبحانه. إذ ما تفضي شرق مذانا افكاسا العمل الخير حملنا الخير أندى للخير أثخذنا أثوضا
أدعوني الفقراء هليلان مغذان ثجالي وجيلان حضرا في المجال الخيري حاضرون. سبحان الله سعان الاستعداد أدخذ من الخير جيث كان دين تقومي زمال يرني حمليت أخي قرن استقبالي ثان دايز ورول إذ بعيث ضار أن دايز ورول إذ بعيث ضار أخطر ذول ذن تسامي الزوار ريون بمكان إضارني كذ الحون إضارن ذل ترونسبور وسيلة نقل واستقبالي ثني ثقورات إنا كان دايز ورول إذ بعيث نغي التذاعيث نغي الظريف حسب تعدد الروايات إذ بعيث وضار مدام نثني حمل الخير إن سكن عين ربي دايا وربي القرآن يناد في سورة الحج الآية 77 وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ولا ذا الخير ودينا ربي شو ذا الخير الخير اسمي اسم الخير أخي قرنك يا سعد كيف على الخير قرنك دير الخير ونساه الخير مدينا ربي الخير دير الخير لأن أتصل سبيسياليتي أتصل إحريشن يوني حملة ذي عيوني موضان وقيت الخير ويضي حملة ذي قدش في ثاد دارث ذا مسوقي ثاد دارث يعني وقي خوص ذي الخير هم قرآن ذا قداش ثاد دارث ذا مسوق ذي ثاد دارث ذي الخير ويضي حملة ذي عيوني وجيلا يمغفان يموضان وقيوك اسمي الخير كلمة واحدة وثشم ذي البر لمسلم الآية وتعاونوا على البر والتقوى خطر أث الخير وثيخدم ريوان إلى قفوس لقفوس ذيني من الأوامر جاءت بالجمع ربي ناد وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فقي سورة الحج الآية 77 وفي سورة البقرة الآية 148 ربنا فاستبقوا الخيرات أي غدنا فاستبقوا تيمزي الزلت أي نتخضمض الدروس وسقرارة خدمة 20 سنة الخير بركاي ودقرارة بركاي ولما توفي ظهورا أخطر أتخضمض الخير أتفض المحنة أتفضي السنانة أتفضي وهوران كل شيء تفض ما تذني في اللاس أذي وسع الخاطر إيش تزرض بلي يتخذ مض الخير ويذ من ربي ذايا بلا قلق ولا وجل ولا شلل خاطي شين يتساعد المقاصد والغايات ربي مزيز زيلت ثم زيزت ذي الخير فلها وافعلوا إن فاستبقوا الخيرات وتكررت الآية نفسها في سورة المائدة الآية 48 أطاس إلى وين دار بسميس العمل الصالح الآية آخر آية في سورة الكهف الآية 110 ربي ناد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أتخذ مظل الصلاح وذم ربي ذاكي اسميس الصلاح ذهن اسميس الخير ذاك ذي سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا من بعد وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في سورة التوبة الآية 105 ربي ناد وقل اعملوا خدمت حمل غادي عبد الغيول مثل الناس القبايلي ثوني فغان سكسو سوذي واسيني نبدنا سيدي الى قال يشرو سيدي والله ثلاث سنين يرحم ربي زرضة فلاح ما رد ينطق سوا وال غاس حفظيث غاس حفظيث خاطر يبوثيد سيما دراسة الحياة دونيث الصغاراي ويني فغان سكسو سوذي الناند الماكلي قلهان على كل حال ارثوث لها ثلاث جهد بيو الله الله وسنين مدنا سيدي معنتها أذي سعو القدر لقدر وقيد المقصود
إلا قذي الشرو ثيذي أذي الشرو ثيذي. وربنا في سورة التوبة الآية 105 وكل أعمال خدمت فسيرى الله عملكم، يعني الخدمة نخدم ربي الزرات أمتين يفرن أمتين دي ظهرا السر والعلن ربي زرى كل شيء لا تخفى عليه خافية لانفيزيبل إلو فيزيبل فيزول في الآية نفسها ربي ناد وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، أي ورسوله أو يوم القيامة كما في سورة النساء الآية 41 الآية 41 من سورة النساء، وهي الآية التي أبكت النبي عليه الصلاة والسلام في موقف مثل ونصفين غرض القرآن إنس أم كدغرف لك القرآن أقرأ عليك وعليك أنزل إنس أحب أن أسمع من غيري، فبدأ يقرأ أوائل النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة المد يبض اللي 41 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بعد يتسلون بها صلاة السلام الناس حسبك إلى آخر المشهد. الشاهد في الآية أن ربي سبحانه إن أدخذ مث أول من يطلع على أعمالنا ونظر الخدمة من ربي سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين أردنا والمؤمنون خطى المؤمنين سعى الميزان إلا غيني لهنا إلا نذيريث أي غير ليث قبيريث ومقارن هم شفماك الحرفة السين الحرفة هم دايور سقواس اللي يروح هم يسد وين النظام هم معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معنى هم إلا سلطان المجتمع الموازين الضابطة لحركة الناس إلى الميزان ميلا ثارقة ميلا اسمحي ونسلو ثالة هم ما يستخسر هم إلى ولدين هم والغاشي قفل هم معنى يقبلون النصيحة يقبلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطبعا النهي عن المنكر أخطر وأصعب من الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف يسهل خذ مثل خياري الهاضي استفضل وقورن من النهي عن المنكر أذمو فيه النهي عن المنكر معناه تصطدم بمقاومة حتى من ناحية النفسية شي نحبس نكون فغاكا خاطئ إن كيني يقول فغال سلوغ ثالة وذا شوها البيئة لانفيرونمون هذه السخصرة كني كفغا ما ينتقديون سيني هما سيني أنا حر ذيك الشريد نصحان طبعا ذاكي إذا محمد رسول الله ربي يهدينا خاطر لذلك ربي سبحانه يسيا أيها النبي اتق الله النبي صلى الله عليه وسلم إن يس ربي إن يس ربي النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله. وربما بعض الناس بعض منا لا يقبل كلمة اتق الله أقواذ ربي قارن استقبالي ثقواذ ونور نسى أقواذ ربي يكون معاني متكاملة ولكن ما إلى الإنسان يغلظ يشط يثوف عادي ربي ناد يوجد يعصان خذ من المعصية ثم قرانت نغل معاصي ثم قرانين أسني قارو تسيستر سيرحم ربي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سورة الزمر آية 53 تزرع الأمل وهي أرجى آية في القرآن ذي اللايا اكتزون السيرم ذي قولون بقاذ يعصان ولكن ذي ثقفين ثقارن ربي يعفو يغفر يوين الشظن يوخار مادام نزرى ربنا والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الخاتمة لا يمكن إنجاز الأعمال في الدنيا ثقيل زميرالا أن خدم ماذا الخير
أمامك تعليم القرآن أما الفني الجوامع في معمرين لقديش غفتو ذرين لقديش في موضان نشر العلوم والثقافة إصلاح ذات البين يا كل أمور بناء الحضارات. القرآن يريد منا أن نبني حضارة تزرع السلم والسلام، تزرع الأمل لا تزرع اليأس، تزرع الخير ولا تزرع غيره، حضارة تسعد الإنسان ولا تشقيه. إنه المطلوب من الإنسان باش يحقق براءته في الحياة، خاطر ربنا وضعك صفة سميسة كن من الله أنا خدمي كل شيء ماشي كان نقيم ذيم كل شيء يزمريون ديوان أذي لذي الجامعة أذي لذي الدارث أذي لذي الخير ذي العمل الخيري ذي القراية ذي العلوم ذي التكنولوجيا ذي البناء الحضاري هادي ومدة وجيزة ذا شو نعاش وخمسين ستين سبعين ثمانين سنة ذايا أنروح وربي نادي في سورة البقرة الآية 281 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كأفراد يونيون وكأمة وذغ الأمة تحاسب الشرفية ربي الكلفية ربي. الدليل في سورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هل يمكن للأمة أن تشهد على الناس وهي غائبة؟ لا يمكن، هذا مرفوض نقلا عقلا. الأمة الشاهدة على الناس هي التي تسجل حضورها الفعال، تسجل حضورها الفعال في جميع مجالات الحياة. لما ربي في كيس زال في كيس القدر ولكن يمري ستحضر أتخذم ودج لاثر ستذكر مدا ذي الخير. كل ذلك يتحقق سوى شو سالآية في ذنب ذا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جاون ثلويث أرثم لليث والسلام عليكم ورحمة الله.